دخلت في التعريف مع أن فيه خلاف بين العلماء كثير في اعتبار تفسير التابعين من المأثور أو من المأثور غير المأثور، والراجح أنه خارج عن تفسير المأثور. هذا تحديته يا دكتور، أنا ذكرته على أنه يدخل تحت التفسير المأثور. لو جبت بقى تعريف صحيح كنت يعني غربلت هذا التعريف ورأيت هل يدخل أو لا يدخل، وحققت هذه النقطة. طبعا أنت نقلت كل الأدلة من عدة مراجع ولم تستعمل كلمة انظر ولا العلامة اللي قلت لي عليها، النجمة اللي قلت لي عليها لا قلت انظر لأنك لم تنقل بالنص، المفروض تضع العلامة، فلم تضع العلامة ولم تضع كلمة انظر في هذا، علما بأن هذه المراجع المشار إليها في الهامش كان النحو منها بالمعنى والتصرف وليس بالنص. لذلك برضو جبت لي حته علميه واظهرت رايك فيها بغض النظر عن كونه صح او خطا، ولكنك لم تبين من اين جئت بها. التفسير بالراي المحمود هو التفسير بالراي الموافق لكلام العرب مع الموافقه للكتاب والسنه ومراعاه الشروط التي يجب توافرها للفقه. منين جبت الكلام ده؟ كل المراجع اللي انا ذكرتها كثير أجملت المراجع وهذا هو الخطأ، لأن هي تكاد تكون متفق على هذا الشيء. التفسير بالرأي المذموم هو التفسير بالرأي بما لا يوافق كلام العرب أو لا يوافق الكتاب والسنة أو غير مستيق بالشروط. هذا كلام السيوطي والزركشي. نقول إنك ما تكتفيش بمراجع عامة كده، ولكن لابد أن تذكر مع كل نقل ما نقلت منه المرجع اللي نقلت منه. حكمت حكما فيه بعض التجني على بالنسبة لمن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله. وقد تكلم الكثير في كلمة التفسير المطلوب من يتطلب هذه الواقع نظرة سطحية، يعني اتهمتهم بأن نظرتهم نظرة سطحية، ولكن ليست نظرة سطحية ولكنها نظرة واقعية، لأن الرسول فعلا لم يفسر القرآن كله وإنما فسر ما سئل عنه والباقي ظن أنه مفهوم للصحابة جميعا، لأن الصحابة كانوا اللي يعثر عليهم أو يصعب عليهم فهم شيء يسألون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ما لم يسألوا فهو مفهوم لديهم. فالرسول على هذا لم يفسر كل القرآن. نعم يا دكتور، نعم يا حضرتك، التفسير بالمأثور إذا كان يعني المفردات فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر المفردات كلها، وإنما هم فاهمين فسر بعض المفردات. وأما تفسير القرآن بمعنى توضيح معاني الآيات النازلة فأنا يعني جمعها آية آية يكاد يكون كلها، من باب أنه يعني أنا قلت الآن أن القرآن يتحدث عن العقيدة في الله والملائكة والأنبياء والكتب المنزلة واليوم الآخر والقدر، هذه أخذت جانبا عظيما من حديث الرسول عليه السلام. هذه وكل القرآن؟ لا، ما أنا قلت ثم وقدر آخر يتحدث عن العبادات والأحكام الشرعية مثل الصلاة والزكاة والحج والصوم والنكاح والطلاق والبيع والطعام، وهذه أخذت قدرا كبيرا أيضا من أحاديث. لماذا اختلف الصحابة في بعض ذلك في تفسير بعض الآيات؟ في بعض الألفاظ يا دكتور. لا، في بعض الألفاظ؟ لا لا لا. الآن كلمة فاطر يا دكتور، كلمة فاطر. لأنهم الصواب أن الرسول لم يفسر القرآن كله. ليه؟ هو كان ممكن يفسر القرآن كله ولم يعجز عن ذلك، بس هو عايز يتجلى إعجاز القرآن على مر العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لأن لو فسر الرسول القرآن كله من ذا الذي يفسر بعد الرسول؟ مين يفسر بعد الرسول؟ إطلاق كان حيسد الباب. لكن هو فسر ما احتيج إليه وترك الباقي لعلماء الأمة إلى أن تقوم الساعة. في كل عصر يستخرجون إعجاز القرآن
ويتجلى إعجاز القرآن في كل وقت وفي كل حين. وهذا من مقاصد سبحانه وتعالى أن يظل إعجاز القرآن باقيا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلما تقول نظرة النظر سطحية من برضو في شيء من التجلي عنه. في 21 في شوية أنت رددت ما يقوله الجهلة في تفسير الإمام الرازي دون أن تعلق عليه، وإيرادك لهذا القول على هذه السورة يعني أنك راض عن ذلك. فهل هذا القول صحيح أن تفسير الرازي فيه كل شيء إلا التفسير؟ أنا ما علقت عليه. ما علقت طبعا راضي بس لا مش راضي مع أنك لم تستفد في رسالتك بتفسير مثل تفسير الرازي. كلام أنت تقول، ولذلك قال بعض العلماء برضو بتقول إنهم مش أنا بتقول فيه كل شيء إلا التفسير. هذا نقلا عن السيوط. أيوة تعلق عليه يا شيخ. واحد يا شيخ تعلق عليه تقول لا يا شيخ فيه التفسير وفيه العلم وفيه العقيدة وفيه كل شيء يعني لا لا بد أن تعلق عليها وتدرع عن شيخك هذا الكلام. قال بعض العلماء فيه كل شيء إلا التفسير. فإزاي يا شيخ؟ يرجع للراز. نعم. فكان يجب أن تقف ذاك وقت هنا وتقول هذا شيء ليس صحيحا، هو منسوب إلى بعض العلم ولكنه حقيقة كذا وكذا وكذا. وإنما وقع خير لشديد. أصل 23 كانت اقرأ أول بيت من البيتين للرازي. أيوه. نهاية إقدام العقاد. عند إقدام؟ لا أنا قرأتها حفظا وجئت بها الآن. أصل 27 السطر الثالث وما حب الله به صاحبه من شرف التربية. نعم. ماذا تعني كلمة صاحبه؟ صاحب العلم هذا. إنما ممكن نقرأ التفسير المنسوب. نعم. التفسير المنسوب إليه يعني صاحب هذا التفسير. نعم. كنت تقرأ تعني صاحب هذا التفسير. نعم. يعني طيب انت ابطلت النسبة اليه في السطر الثاني بتقول ولكن لا تصح نسبته له، فكيف تبطل نسبته في السطر الثالث وتنسبه في السطر الرابع؟ هذا على سبيل المتوارد عليه. لا طب يبقى ابطالك له ليس صحيح. نعم. قل وما حل الله به من نسب اليه. تغير العباره. غير العباره لأن في كلمة تناقض هكذا. هذا بالألف. طيب انتقل إلى الأصل صفحة 2 من الأصل. اقرأ إلى أول رواية عن ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه قال سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يعلمون بها حل دينهم. حل زي ده وانت طبيبها حتى انت
حل، حل للكسر يعني وقت حلول الدين. من حل حل بالفتح ولا بالفعل، انما بالكسر حل دينه، اي وقت حلول دينه. نعم، حتى انا قلت لك يعني مصادر حل العقده وحلها من باب رد يرد، وحل بالمكان حلولا نزل، والمحل المكان الذي يحل به، والحل بالكسر الحلال ضد الحرام، ومحل الدين اجله ومكانه حتى يبلغ الهدي محله، محله فلما تحدث النيه تبقى حله، حله. وحل الدين يحل بالكسر حلولا وحلا ومحلا جاء وقته. صفحة 10 ذكرت في المناسبة رأيين، أحدهما لأبي حيان والآخر للبقاعي، ولكن لو تبين لنا أي هذين الرأيين أرجح في نظرك؟ في الحقيقة ما أقلت بترجيح أحد الرأيين، لأن دورك هنا الموازنة والترجيح ليس النقل فقط. تفسير المأثور أنا أردت ذكر فقط الأشياء هذه على بيان على يعني أساس. لا، ما دام جئت بشيء تبقى تلتزم به، ما جبتش بيه يبقى أنت في حل منه. ما دمت قد أتيت بآراء للعلماء لابد أن توازن بينها وترجح، دي مهمة الباحث، أن ترجح وتؤيد وتدلل وترجح بناء على دليل وهكذا. ولكن جبت مناسبتين، واحدة للبقاعي واحدة لأبي حيان، كان يجب أن تقول ومناسبة فلان أوقع وأدق أو أليق بالمقام كذا وكذا. مهمتك لابد أن ترجح. في صفحة 20 الملاحظة اللي قلت لك عليها هي شيخ محمد، قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا بيوتا من ظهورها أبي الصطر، ولكن البر من التقوى في صطر، وأتوا بيوتا من أبوابها واتقوا الله لهم في صطر ثالث. ما هكذا يكتب القرآن يا شيخ، ما هكذا يكتب القرآن، ولكن لابد أن يكتب متواليا احتراما وتقديرا وتجلة لهذا الكتاب العظيم. صفحة 20 شوف يا شيخ، صفحة 25 من خلال المناقشة التي دارت بين النبي صلى الله عليه وسلم والأنصاري، تفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موافقا لقريش على ما كانت عليه من استثناء نفسها من هذا المسلك، خروج من الأبواب ودخول البيوت من الأبواب دون سائر الناس الذين يدخلونها من الظهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي ما حملك على هذا، كأنه منكر عليه دخول البيت من الباب، يقول له ما حملك على هذا؟ فقال له الرجل الأنصاري رأيتك تدخل فدخلت. فقال له إني أحمد، أي من قريش. فقال الأنصاري إن ديني ودينك واحد، فأنزل الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يوافق قريشا على دخول البيوت من الظهور بمقتضى هذه الرواية. وأولا الرواية هذه أنا نأخذها أسفل أنها ضعيفة. أيوة. والرسول عليه السلام كان ينكر على الخمس وكان يخالفه. ثم قلت في صفحة 33 وكان النبي يخالفهم. أيوة. قبل أن يبعث. هذا نقد للرواية. طيب، وهل وافقهم بعد أن بعث؟ يعني الباب أولى طبعا، لابد تبين. يعني لابد تبين حتى قبل. طب ما هو ده الأثر ده ضعيف. بعد ما بعث. هذا ضعيف. كان يجب يعني تبين إنه المناقشة دي شاملة للشاملة.
وافقهم بعد ذلك ثم صح له الله سبحانه الأمر. 48 عين الصفحة الزائدة، الصفحة الزائدة عندي 48 و 48. أنا سمير من أنت شعر به غلط من المجلد بقى ربنا يسامحه. 54 بتقول هنا: وفيما ذكره المفسرون قديما وحديثا مباحث، كلاهما بالعموم كده. وفيما ذكره المفسرون قديما وحديثا مباحث بصيغه العموم، هل هذا العموم منضبط؟ يعني هل كان المفسرون قديما وحديثا قالوا ما حكيته بعد ذلك؟ ليس كلهم، يعني بعضهم بعضهم قال كذا وبعضهم. طيب ما تقولش بقى قال المفسرون بصيغه العموم، قال بعض المفسرين قديما وحديثا، لأن اللي قال في الحديث البعض واللي قال في الحديث البعض، يبقى تقول قال بعض عشان يكون حكم دقيق. فمن قال فيما حكيته أولا البعض، واللي قال ثانيا البعض، والعبارة لا تفيد ذلك ولكن تفيد العموم. غير الله يجزيه. 54 في قضية النسخ برضو تسارعت في الحكم على الغير في القسوة من غير داعي. بتقول: أما قضية النسخ فالحديث فيها يكون إلى آخر، ولم يحصل ذلك أي القول بالنسخ إلا من جاهل أو مكاذب. إنكار لا، فأنكر النسخ جملة وتفصيلا. يعني هذا بتقول لو سميت واحد فقط في تاريخ الاسلام اللي معروف بانه انكر النسخ جمله وتفصيلا. احنا في الموضع اللي معانا هو ده نفسه. اي في الموضع اللي معانا اقرا لحضرتك. اي اقرا. اما قضيه النسخ فالحديث فيها يطول وذو شجون. ايوه. ولا شك في حصول النسخ في الكتاب والسنه، الا انه قد توسع فيه البعض توسعا غير مرضي. أيوة. كما شذ من شذ. ولم يحصل ذلك. أي هذا الشذوذ. فأنكر النسخ جملة وتفصيلا. طيب من إيش يعني من إيش حكم عليه كده هكذا يا شيخ؟ أنكر النسخ جملة وتفصيلا. لا، هو له وجهة نظر. هو له وجهة نظر في إنكار النسخ أو تسمية بشيء آخر، تخصيص أو شيء من هذا القبيل. لكن ما أحكمش عليه كده إلا من جاهل أو مكابر في رسالة علمية. هذا الذي قال بعدم النسخ له وجهة نظر علمية واحترمه العلماء. وله وجهة نظر مقصود فيها، انما ما بقولش ان المجاهد او المكافر لهذا الحكم كده. الذي انكر النسخ، لا، الذي انكر جمله وتفصيلا. هو بيقول كما شذ من شذ ولم يحصل ذلك الا من جاهل او مكابر، فانكر النسخ جمله توسعا. يا دكتور، كما شذ من شذ، إلا أنه قد توسع فيه البعض توسع غير مرضي. انتهى كما شذ من شذ ولم يحصل ذلك إلا من جاهل. يا دكتور انتهت الجملة عند مرضي، ثم قلت: وما كما شذ من شذ ولم يحصل ذلك إلا من جاهل أو مكابر، فأنسخ. نعم، في الإنكار. فأنكر النسخ جملة وتفصيلا بعدها. هذه جملة اعتراضية يا دكتور. يعني لو سمحت يا دكتور، لو تركنا الجملة ولم يحصل ذلك إلا من جانب المكابر، هيكون كلام كما شذ من شذ فأنكر النسخ جملة وتفصيلا فاعترضت. يعني صلح العبارة. تعبد في العبارة يعني عشان تبقى العبارة. في 66 نعم. في 66 تعليق جميل ورؤية دقيقة يحمد عليها الباحث، القول في هذه الآية في صفحة 66: اقتلوهم حيث قفتموهم، تعليق على القول السابق، تعليق جميل صفحة 66
تعليق جميل ورؤية دقيقة وصواب. الله نعم، على قوله تعالى اقتلوهم حيث اقتلوهم. آية 106 في آخر الفقرة الأولى، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. نعم. عوقبتم به. صوت التصويت. نعم. برضو في فقرة 123 في الشهر الحرام والشهر الحرام، برضو مناقشة جميلة ومفيدة لكلام العلماء في هذا الأمر. صفحة 123 أنا أستخدم الآن فقط 151 يعني ألاحظ أن لك رغبة أكيدة في تدوين المراجع، المحتاج إليه وغير المحتاج، الأصيل وغير الأصيل. فمثلا في هذا المقام في هامش 42 قلت لي أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي في طريق كذا، وابن ماجه من حديث عمرو ونحوه، وابن السعدي في تيسير كريم الرحمن. هل ذكر الحديث؟ أنا أذكر لحضرتك السبب. أنا قلت أن أنا سأذكر الرواية وأدلل على دخولها تحت تفسير الآية بكلام أهل التفسير، فأنا ما وجدت من المفسرين القدامى من ذكر هذا الحديث تحت الآية كابن جرير وابن أبي حاتم، فذكرت المفسرين المحدثين ابن السعدي وسيد قطب وابن العربي، بدأت بابن العربي ذكره ابن العربي وابن سعدي وسيد قطب، حتى أدلل أنها يعني أن هذا الحديث قد ذكره بعض المفسرين. بس أنت بسبب ذكر كتب وسنة ما ذكرت التخريج وانتهيت منها الغرض، ثم بعد ذلك ذكرت مثل ما أذكر فوق ذكره السيوطي، ذكره السيوطي، لم يذكره السيوطي، ذكره السيوطي، ما وجدت لا في الدر المنثور ولا في ابن كثير ولا ذكره ابن جرير ولا لا يفيد ذلك يا شيخ محمد، لا يفيد ذلك في كتب السنة الأصيلة. لا بس ممكن يقال لي من قال لك أن هذا الحديث يدخل تحت تفسير هذه الآية؟ فأقول ذكره من ذكره. هو البخاري لما ذكره ما ذكروش في تفسير الآية؟ مش في التفسير. وان في خرجه فقط، أخرجه في الصحيح. مش في قسم التفسير؟ لا لا، كتاب مثلا عن الإيمان، كتاب كذا، مش في قسم التفسير. برضه يعني ما دام مذكور في كتب السنة ويدخل بداية ومن أول وهلة إلى تفسير الآية، يعني لأنك ما تمشي في كتب سنة يبقى كلها كتب سنة، كتب تفسير يعني كتب تفسير، لأن رأيت هذه الكتب غريبة في وسط كتب السنة. نعم. في البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وكذا وكذا، وبعدين يقول لي ابن السعدي في تفسير القرآن الرحيم، ده كتاب حديث جدا في تفسير رجل سعودي في المملكة العربية السعودية. هي 64 عند قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، صلت وقلت في هذا المقام وذكرت الآثار الواردة في الآية وتفسيراتها عند مختلف العلماء، ولم تكتف بالآراء الواردة بل جبت آراء اجتهادية بعد كده لبعض العلماء، يعني ما تشدش على نمط الدر نمط التفسير المأثور، ولكنها جبت برضو آراء اجتهادية. كان جديرا بك أن تقتصر على دراستك بالآثار وبيان ما ترشد إليه من أوله في تفسير الآية، وكان عليك عندما قلت في صفحة 158
وفي الآية مباحث الصفحة اللي فاتت أن تكون مباحثك من خلال الآثار اللي أنت جبتها ليس من خلال آراء علماء اجتهاديين، لأنك أنت حملت على تفسير الرأي أولا وقلت ما ينفعش. الواردة في الآية لا من هنا ومن هناك كما فعلت هنا كما فعلت هنا، وبعض هذه المباحث جيد ويحمل دلالات علمية أو تصويبات لبعض الآراء أو تعقيبات على بعض الآراء بصورة جيدة، وهناك دليل بسيط جدا على هذه الأقوال التي سردتها في صفحة 164 مستقاة من الآراء السابقة. فيعني ولكن فيه النقطة اللي عايز أكلمك فيها، قولك في صفحة 165 اقرأ كده السابع في آخر الصفحة، ذكر الشوكاني رحمه الله مرة أخرى كلاما غير مقبول. شوف كلاما غير مقبول على الشوكاني، لأن اتهم أبا أيوب غير على الصحابة، اتهم أبا أيوب الأنصاري ومن وافقه على الإنكار على من اعتبر الحامل على الجيش. إزاي ومن وافقه على الإنكار على من اعتبر؟ إزاي اعتبر يعني كده أسلوب رقيق؟ يعني أبا أيوب الأنصاري ومن وافقه على الإنكار على من اعتبر، أنا مش فاهم تقصده يعني، وضحها لي كده. اتهم أبا أيوب، يعني الشوكاني رحمه الله اتهم أبا أيوب وكل من وافقه في قضية الإنكار على اعتبار الحامل على الجيش. طب ما تقول كده يا أخي، ما تقول كده بدل لف ودوران في العبارة، العبارة ملتوية. فاتهم أبا أيوب ومن وافقه على الإنكار على من اعتبر الحامل على، شوف على كم مرة في سطر واحد، على ثلاث مرات في سطر واحد. فاتهم أبا أيوب والموافقين له، أيوة المنكرين على من اعتبر، لا طبعا حده والموافقين له، أيوة المنكرين على من اعتبر الحامل على الجيش وحدهم من يدخل تحت الآية. نعم طيب بأنهم ظنوا، الشوكاني بيقول بأنهم ظنوا أن الآية لا تجاوز سببها، وقال وهو ظن تدفعه لغة العرب. يعني هو عايز يوسع الأخذ بالآية، يقول على أبو أيوب والصحابة اللي معها الدكتور، يقول ظنوا أن الآية لا تجاوز سببها، الصحابة ظنوا أن الآية لا تجاوز سببها، يعني أنا اللي أثارني أيضا طريقة الكلام على الصحابة، ثم قال ظنوا تدفعه لغة العرب، هم أهل اللغة وهم أهل البيان، ممن تعلم الشوكاني. لا هو من رأيه مش قصد التحامل على أيوب الأنصاري، مش على أيوب الأنصاري. وبعدين يعني أنت بعد كده أردت أن تحمل الآية على معناها، أن تحمل جزء الآية ولا تلقوا بأيديكم السلوكة على معناها في الآية فقط. نعم. كيف ذلك؟ لأنها مرتبطة بما قبلها وبعدها بالسوء. طيب وفين العبرة بعموم اللفظ لبسوء السبب؟ نعم طيب. هو الآن عبرة بعموم اللفظ لبسوء السبب. أنا ذكرت النقطة دي أن أيوة. لا يتعارض مع القاعدة المتفق عليها أن العبرة بعموم اللفظ لبسوء السبب. لكن لابد من الأخذ بترتيب الآية، قلت كده؟ نعم. طيب إزاي بقى؟ يعني إذا ما أقدرش، أولا جزء الآية له في آياته معنى ولو تلقته عن آيات يكون لها معنى ثاني. نعم. طيب. كيف أشوف عن آيات؟ أقول لك يا سيدي، أقول لك. لو قلت لك احذر إن مرض الإذ الآن أو ما يسمى بنقص المناعة مرض خطير، فإياك وهذا المرض الذي ليس له علاج حتى الآن وليس له دواء، ولا تلقوا بأيديكم ولا تلقوا. أكون أخطأ؟ لا، هذه اللفظة التي ذكرتها في حضرتك ستعتبر يعني مقتبسة من القرآن، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي مثلا وفاطمة، قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لكن الآية نزلت، ما الذي قصد بها وما الذي وتوجيه هي لها في المعنى، هي لها في الآية معنى ولها في كل موقف معنى. نعم لا في كل موقف معنى، يبقى ما تقولش ما أقدرش أستخها عن الآية. لا، القرآن هو إعجازه أن كل جملة الآية لها معاني داخل الآية وخارج الآية، داخل الآية وخارج الآية. فلا، نفس النص، نفس النص، يعني هذا ما أقدرش أحصر
قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة على الإنفاق بس في سبيل الله؟ لا، كل شيء يخاف منه أن يهلك الإنسان أو يؤدي إلى مفاسد أو كذا أو كذا يدخل فيه قوله تعالى التحذير بقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هو الدليل يا دكتور صح؟ طيب هو الدليل ما سبق وما لا استنى لا نستفيد من الاستاذ من زين 164 اكتب 166 انا خلاص هي نفس الوقت 196 لما تيجي تخرج الحديث يا شيخ محمد طبعا من البديهي ان تقدم الكتاب صاحب اللفظ. نعم التزمت بذلك ولا لا؟ حاولت التزام. لا لم تلتزم. انا حاولت لم تلتزم. الاثر 51 عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدت امه. قلت اخرجه احمد واللفظ ليس احمد. هذا اللفظ ليس المسلم احمد. في بعض هذا الخط ١٤٤ جهنم يصلونها فبئس القرار هي وبئس آخر آخر آية صفحة 46 برضو قبل الآخر خمسة أسطر فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون وأرسلناه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. صفحة 47 هل ينظرون إلا الساعة؟ صفحة 47 نعم نعم. فهل ينظرون صح بها فهل ينظرون إلا الساعة؟ سورة محمد. فهل ينظرون هذه الزخرفة سورة محمد لأن عندنا الزخرفة ولا هي الثانية الثانية نعم سورة محمد سورة محمد فهل ينظرون نعم فهل ينظرون إلا الساعة؟ طيب هذا بعض ما أردت إبداءه وهذه الملاحظات لا تقرر لا تقلل من أهمية الرسالة فالبحث جيد وهام وفيه جهد مبذول وسعي مشكور يحمد عليه صاحبه وأرجو له من الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق والسداد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد هذه المناقشة الجادة والمثمرة والتي أضافت إلى البحث ما يكتمل به البحث ويمكن أن يصل إلى درجة علمية ينتفع بها إن شاء الله ينتفع بها صاحبها وينتفع بها كل من يطلع عليها بهذه المناقشة الجادة والمثرية للبحث
نشكر أستاذنا الجليل الذي أفاض علينا وأفادنا وأفاد الرسالة وصاحبها وكل من استمع إلى هذه المناقشة العلمية والموضوعية الجادة. والآن مع أستاذنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عبد العاطي، الأستاذ الذي يتميز بعلمه الغزير وموضوعيته القيمة في مناقشة الرسائل عامة، والذي يتميز في قسم التفسير في كلية أصول الدين بشخصيته التي تفرض على كل الأبحاث التي تناقش والآراء التي تعرض، فنستفيد من هذه العقلية العلمية ومن هذا العلم الفياض من أستاذنا الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عبد العاطي، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر المحجلين الذين وقفوا حول حضرته صلى الله عليه وسلم كالذهب الإبريز لا تزيدهم النار إلا صفاء ونقاء، وكالحديد الصلب لا يزيده الصهر إلا قوة وصلابة. وبعد، فالحقيقة إن أستاذنا الدكتور محمد البحيري أغناني الكثير عن المناقشة، ولعلكم كنتم تلاحظون أني أشطب معظم ملاحظاتي على الرسالة، ولكن ما بقي إلا شيء يسير من الملاحظات التي معظمها ملاحظات شكلية، وهذا في تقدير. الحقيقة الرسالة فيها جهد كبير وفيها عمل طيب، تقدم للمكتبة الإسلامية جهدا كبيرا في فن التفسير وعلوم القرآن الكريم والحديث ومصطلحه، ولكن الكمال لله وحده، فكل عمل ابن آدم لا بد فيه من جهة نقص، مهما جد ومهما اجتهد ومهما ثابر في العمل فلا بد من النقص الذي يعتريه. نبدأ مع الشيخ محمد رزق ببعض الملاحظات. نيجي في الشيخ محمد في العنوان بتاع الرسالة. طبعا احنا لازم كمتخصصين في دراسة القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم لازم نعرف يعني ايه هي الكلمات اللي تكتب بالتاء المفتوحة والكلمات اللي تكتب بالتاء المربوطة. أستاذنا أشار إلى أنك كتبت في كثير من الرسالة الكلمات بالرسم الإملائي وأهملت الرسم العثماني، وهذا يعني ملحظ طيب، ولكني أشير من هذه الزاوية إلى نقطة لابد منها في عنوان الرسالة. بتقول التفسير بالمأثور من أول قوله تعالى يسألونك عن الأهلة إلى قوله تعالى أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، في عنوان الرسالة من سورة البقرة رحمة الله، دي أنت عارف كلمة رحمة 5 مرات في القرآن الكريم كله تكتب بالتاء المفتوحة، وكلمة رحمة بعد كده في القرآن الكريم كلها بالتاء إيه؟ المربوطة. ولذلك يقول الشيخ ابن الجزري رحمه الله ورح باب التاءات ورحمة الزخرف بالتا زبرة
لعرافي رومي هودي كافي البقرة. هذه السماء الصور اللي كلمة رحمة تكتب فيها بالتالي إيه؟ المفتوحة. فكان يعني في عنوان الرسالة كده أول ما واحد لسه يبتدي يقرأ عنوان الرسالة يقول الله، والشيخ بيبحث في التفسير وكاتب مش عارف إن دي بالتاء المفتوحة. أما بقية الرسالة جوه هم داري. أنا بس حبيت أشير إلى دي بس. كلمة رحمة خمس مرات والباقي بس دي الكلام الرئيسي في الموضوع، يعني حبيت ألفت نظرك ويا ريت تطلعها في العنوان. بعد كده بتحبل بقى اللي هو المنديل عشان تبقى شكلها حلو. طب هات صفحة 2 مين؟ هنلاقيه. طيب هات ايه؟ عاوز اديك ملحظين عامين يعني كل واحد منهم يستحق ان يعني انت نديله كده يعني اتينا بيها. الملحظ الاول، حضرتك بتكتب الآية او جزء او نقطع من الآية وبعدين بتجيب الروايات الواردة المأثورة في تفسير الآية، وبعدين بتيجي بعد كده بتقول مجمل ما دلت عليه الآثار، صح؟ قال القرطبي، وتكتب لي 7-8 صفحات بالنص، دي كتاب القرطبي مؤخر. قال الفخر الرازي 3-4 اللي ربنا كان عليه كتبه 1000 بس. قال ابن كثير 10 صفحات من نفس كتاب تفسير ابن كثير، ودي مجمل ما دلت عليه الآثار. تعرف دول انا حسبتهم في الرسالة طلعوا 250 صفحة، ربع رسالة أو أكثر من ربع رسالة، حوالي ثلث رسالة. تعرف دول ما همش لازم خالص الرسالة، دول تشطبهم من الرسالة النهائية، لأني أنت جاي بعد الآثار الواردة جيت ناقشت الآراء ونقشة جيدة تشكر عليها ممتازة، واستخلصت فعلا الرأي الراجح المفيد، وظهرت شخصيتك فعلا في الإيه؟ في المناقشة. ما كناش عاوزين بقى مجمل ما دلت عليه الآثار وتجيب لي نص الكتب بتاعه التفسير. ليه بقى ليه؟ ليه ايه؟ عاوز انا في الاخر بقى خالص كنت انت كتبت لي بقى الخلاصه او ما إيه؟ ما نستخلصه بعد مناقشه هذه الاراء، وتديني اسلوبك انت. انا مش عاوز اسلوب الرازي ولا اسلوب حد بتاع التفسير. انا جبت 20 اثر وناقشتهم وشفت كل اثر ده قوي ولا ضعيف، واستخلصت في النهايه الراي الراجح من خلال المناقشه. مش عاوز انا مجمل ما دلت عليه الاثار. طب ومجمل ما دلت عليه الاثار بس كلام الرازي بس، او القرطبي وابن كثير مره، والبقاعي وابن كثير مره، ينفع؟ انا بقى رايي الشخصي ان مجمل ما دلت عليه الاثار من اول الرساله للاخر تنشال، وكده توفر الورق وتوفر الجهد وتوفر التعب بتاعك والورق وتختصر الرسالة. لأن هو مناقش الآثار كويس وطلع بالنتيجة. هو صديق الأستاذ أشار إلى هذه النقطة برضه، بس حبيت أعرفك إن دي ربع رسالة أو ثلث رسالة بدون حشو بدون داعي. فيها قوي ونقلت الكتب معين وتصحيح ما هيش مطلوبة يا أخي، مطلوبة على أثر رسالة ممكن يكون يعني أنا بجيب أثر وبناقش وبقارن بعقد مقارنة بين الأثار وبعضها وبخرج بالرأي الصحيح. أنا حاولت إن أنا يعني بذكر هذه المقولة دكتور إني لا أنفرد ببيان فهمي للآثار. أنا أردت أول شيء أبين فهم مرة وهذه الآثار مثل ابن جرير مثل ابن كثير مثل الرازي الذي عقب وعلق على هذه الآثار، ثم بعد هذا بدأت الدراسة. كان بعد ما تذكر الآراء وتناقشها كويس وتخرج بالرأي الراجح، من خلال الرأي الراجح تقول وقد قال بذلك ابن كثير في تفسيره، وتديني إيه جيم جزء كذا صفحة كذا، وقد وافق هذا الرأي أيضا الفخر الرازي في تفسيره. يدينا الرأي الراجح واللي وافقك عليه من المفسرين، كده تبقى جميل. حتى دي لو كنت انتهى كانت الرسالة دي بقت قمة. هذه حاجة. الحاجة الثانية، انت عملت لي 60 صفحة في هارس، فرسالة ثانية دي.
في ليش بحمد التدريب الحشو ده بس تهرف الايات اوه 60 صفحه من صفحه 740 لصفحه 800 لازم نكتب ايه دول ما احنا كنا 10 صفحات وقت كده بنكتب فيهم امبارح وجمال حلوين ده هم المراجع دي موضه المراجع طلعت وطلع الاستاذ الدكتور حجازي موضه طيب يعني الحقيقه لما تجمع ال 60 صفحه دول على ال 250 صفحه دول لقيت اكثر من 3 رساله ما كانش لهم لها كده ضيعت تمن الورق والورق والمجهود دول الملاحظتان العامتان قول يا ريتك كنت خدت بالك منهم طيب قفل بقى سيدي ايه طيب قالها ايه استاذ طيب ماشي هات صفحه 5 5 ميم بتقول هنا ايه غلطه نحويه كده صغيره برضه بتاعت الراجل الباحث العالم الشيخ محمد رزق ما ينفعش يغلط فيها اقرا يا سيدي سيب الايه المقطع الاول والثاني والثالث والسطر الثالث من المقطع الثالث تعرف المقاطع اللي انت كاتبها ايوه اما اذا ادي مقطع 2 3 4 المقطع الرابع السطر الثالث نعم اقرا لي بقى كده اما اذا ضعف راويا لا هات لم اترجم لاحد من الرواة لم اترجم لاحد من الرواة المذكورين في تقرير التهذيب للحافظ ابن حجر لسهولة الرجوع اليه اعتمدت قوله رحمه الله الراوي في تصحيح روايته او تحسينها ايوه اما اذا ضعف راويا اما اذا ضعف راويا مين هو اللي ضعف حافظ ابن حجر اذا ضعف نعم ايه راويا نعم لا كده طلعت من الغلط الحمد لله بس كويس حبينا نشوف بره طب هات صفحه 7 كده بتقول بقى حضرتك في صفحه 7 مين اقرا كده من اول ايه المقطع الثاني حاولت تقييد المهمل في المواضع المشكله بقدر المستطاع كما قمت بضبط غريب الالفاظ الوارده في نزول تلك الاثار في اغلب الاحيان ايوه اعتبرت الدره المنثوره اصلا في جمع هذه الروايات ايوه ثم قمت باستدراك ما ند منه او فاته عن طريق الاستقراء في المراجع الاخرى كالتفسير المنشود المجاهد بتقول اعتمدت الدر المنثور اصلا في جمع هذه الروايات نعم. وانت تعلم ان الدر المنثور معظمه او كله ان لم يكن جله لم يكن كله خال من الاسناد فكيف اعتبرته اصلا جمع الروايه ده موجود انت اي حته ثانيه بس انا عاوز اشوفك عنده ولا لا الدور المنشور معظمه خالي من الاسناد واحنا هنا دراستنا الاثار لابد فيها المستند عشان اشوف الكلام بتاع الاثر ده صحيح يمشي معايا في تفسير الايه ولا اركنه؟ نعم هو الدور المنشور بيذكر الروايه تخريجها وبعدين انا بطلع الاسناد الدور المنشور ككتاب انت بتقول اعتبرته اصل بل منه على طول نقل مسطره ازاي بتعتبره اصل وما فيش فيه معظمه وما فيش فيه اسناد يجيب الروايه من غير سند هو طبعا الكتاب اصلا له اصل يا ترى تجاوب الكتاب له اصل الدر المنثور له اصل وصل كمان القران من باب الاصل كتاب الدر المنثور ايوه له اصل أيوة. حافظ السيوطي مختصر من الاصل يعني ايه اللي هو ترجمان القران هو يقول اني انا وجدت الهمم قد قصرت على تفهم يعني ان اسانيد وجمع طرقها وكذا فاختصرت الكتاب واحلت على المراجع فقط فيه لاجل يعني بسرعة حصول الباحث على ما يريد يعني هو انت رجعت للدر المنصوب للأصل بتاعه عشان تجيب السند لا انا ما رجعت للأصل بتاعه رجعت للمراجع التي ذكرها السيوطي يعني هو السيوطي يعني هو لما جاب الاثر في الدر المنصوب من غير سند أيوه. انا عاوز اعرف السند بقى كباحث جبته منين جبته من المراجع التي نص عليها ثم تتبعت ايضا بعض المواضع الاخرى من الكتب الاخرى زي ايه زي ابن كثير زي الله تعالى هذا هو الجواب جميل كويس طيب هات بقى صفحه 14
هنا قالت صغيرة كده بس إملائية يعني ما هيش مأخذ ولا حاجة، بس برضو في آخر مقطع في السطر الثاني أكرمة؟ أيوة حصلتها؟ باش طب ماشي هات صفحة 21 يا أخي. الحقيقة يعني أنا حزت أنت راجل رغم أن أنت بتشتغل في السعودية، والسعودية يعني أول الناس اللي ما بيدخلوش على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء في قوله صلى الله عليه وسلم في الكتابة وفي القول. نعم. فأنت هنا حطيت لي صار زي الجماعة عدلتها عدلتها لا هي موضوعين فقط في الرسالة. زعلت انا قوي. امال لو كنتش رحت هنا ولا هنا؟ انا اقول لحضرتك الصاد اوعى تكتب صاد، حتى لو بتكتب جواب لواحد وفيه صلى الله عليه وسلم اكتبها صلى الله عليه وسلم، الناس بتكتبها صاد والناس بتكتبها صلعم. نعم. لا هو يا دكتور من باب النحت، النحت ما بيجوش صلى الله عليه وسلم ابدا. نعم. لا لا حضرتك بخت على سيدنا رسول الله لانك تقول صلى الله عليه وسلم تدعو له. هو الاخ انت عرفت دي في صفحه ايه؟ ادي واحده منهم في صفحه 21. هم اثنين يعني. طيب ماشي. المهم انت تدركتهم يعني؟ نعم. لان الطابع بيحط صاد وبعدين بياخد منها تغيير في الجهاز كله. طيب هنا بيقول في صفحه 21 برضه. نعم. 1 2 3 4 السطر الخامس من تحت اللي هو اوله ايه؟ وتسوي ايه على مذهبه. والمبتدع ليس له قصد الا تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه الفاسد. إيه؟ بحيث أنه مثلا أنه سيد إنه همزة بعد عيش تكفر ولا تفتح؟ تكفر. الله يفتح عليك. صلى الله هات صفحة 6 26 نعم 26 يجري عادة ماشي. هات صفحة ايه؟ احنا هنا في صفحة 11 في الاصل بقى بتاع رسالة كده. صفحة 11 بتقول ايه؟ رقم 9 في الاثار عن ابن عباس بتقول كده. صفحة كم لو سمحت مرة ثانية؟ ايه؟ صفحة 6 ماشي. 6 6 معلش انا غلطت رقم الصفحه. صفحه 6 نعم. الاصل هات كده. قول الاصل رقم 9 عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنه ان نافع بن الازرق قال له اخبرني عن قوله. عن ابن عباس ما فيش ولا مره رضي الله عنه. هو بقى سيدنا العباس يعني وانت بتدخل على في مواضع كثيرة جدا. اذا كنت بتدخل على سيدنا النبي مش هتدخل على الصحابة. استغفر الله. ده بالعكس يعني يا شيخ محمد من جميع الرسالة انا اكتب لك الملاحظة رضي الله عنك هناك. الله يخليك. قول يشرفنا على طول. عن ابن عباس قول يا شيخ محمد. قال له اخبرني عن قوله ومواقيت للناس. الله يستر عليك. الايه كده؟ لا اقرا كده. يسألونك عن الأهلة. نعم يا اخي. مواقيت للناس يعني ومواقيت ولا مواقيت بدون واو؟ مواقيت. يبقى غلطه قرانيه دي صلحها ودي ما حطيتهاش في. على فكره هذه من الاخطاء نفس الـ نفس الـ الـ هو انا بنقل من كتاب خطا انقل خطا واقول الحجه على الراوي. لا لا يا اخي انقل القران خطا عشان ما اجيب الرازي. لا وعلى اساس يا دكتور اكنني لو بنقل من فخر الرازي ياسين والقرآن الحكيم وغاف ياسين والقرآن العظيم أقول والله الفخر الرازي كتبها كده. ما هقول انت أنا ربنا قالها إيه؟ يمكن القراءة شاذة بس هقول انت إيش تقول يا شيخ؟ شطفتها. أنا هات لي صفحة 11 هي الغلطات القرآنية زي ما أستاذنا قليلة في الرسالة يعني يعني دي الميزة برضه عن الرسائل اللي إحنا بنصادفها. هنا الحقيقة برضه ملحظ دي في الرسالة كلها. بتقول لي مناسبة الآية لما قبلها. في صفحة 11 قال أبو حيان وتلقي الكلام أبو حيان بالنص. وقال البقائي وتلقي الكلام البقائي بالنص.
ممكن يكون الكلامين في المناسبة كل واحد له وجهة نظر في المناسبة تخالف الآخر، وممكن يكونوا الاثنين زي بعض، خدت بالك؟ وممكن يكونوا الاثنين فيه ناس قالت مناسبة أوجه من كده، انت لا جبت اللي أوجه من كده ولا حطيت الاثنين مع بعض إذا كان زي بعض ولا قلت رأي خالص. لو في بعض المواقف انا يا اخي الفاضل دايما مناسبه الآية ما قبلها زي الكتب اللي احنا درسناها في الكليه، انا درست لك ما حضرتش ليه الكتب اللي احنا بنالفها فضيله استاذنا الدكتور حجازي فضيله استاذنا الدكتور العيري واخواننا كلهم، مش بقول مناسبه الآية ما قبلها، بيقرا المناسبه اللي ذكرها معظم المفسرين قديما وحديثا وبيستشف وبيهضم اللي قالوه كله وبيطلع بالراي الراجح باسلوبه هو. فأنت كده جبت المناسبة. تقول برضو تقول برضو إيه؟ وقد ذكر هذه المناسبة مش بالنص بقى. وقد ذكر هذه المناسبة فلان وفلان 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 وزيت المرات عشان تبقى بالمقصود برضو. الذي ولاده المناسبة الغلطة دي في الرسالة كلها عاوزة تتعدل وخد بالك منها وكتيب عندك الملاحظات التصحيح، كتيب عندك التصحيح الملاحظتين الاثنين اللي فات ودي الثالث حاجات الجوهرية بتخلي الرسالة عشان تقف على رجليها هي رسالة حلوة بس كان عاوزة تتأنى وتبدأ شوية فهم شوية. بالنسبة للدكتور المناسبة ما ينفعش فيها تقول لي فلان القرطبي قال وابن كثير قال وفوق طالع وتديني الارقام ومع السلامة ما ينفعش. ده انا الباحث انا الكلام ابن كثير قال في وجه المناسبة بين الآية والآية ما عجبنيش مش ماشي في غيره قال غيره قال غيره قال غيره قال استخلص انا لأن العلم ملوش كبير. نعم هو إذا قال ابن كثير خلاص يبقى صح قرآن لا اخذ وادي معاه. بس يا استاذنا انا المشكله رسالتي مش متعلقه بالقضايا يعني اللغويات والامور المناسبه. انت ايش انت تسمعها لغويات في التفسير ولا التفسير بالمقصور؟ تمام يعني دراسه قضيه اللي يعرف بقى من التفسير بالمقصور وجه المناسبه عشان اعرف هي كانت ايه المناسبه بين الايه دي والايه دي. ما هذا امال حضرتك هتبني البقاعي هذا السبب وايه؟ اسمه ايه؟ نصب الدرر فيه؟ نظم الدرر فيه؟ تناسب الآيات والصور. يا سلام كله قال البقاعي واسم كتابه في تناسب الآيات والصور مش عارف تقول ان التفسير من الدعب المناسبة؟ لا التفسير طب خلاص علاقة كبيرة جدا بالمناسبة. يعني انا ما اردت ان اناقش انا بس ابرر موقفي بعدم المناقشه لان المناقشه قد تجرني. شوف اذا كان تفسيرك يحتاج الى وجه المناسبه يبقى تكتبها مظبوط. ما يحتاجش إلى وجه المناسبة ما كنتش كتبتها خالص. أنت ما في آية إلا وقلت لي مناسبتها لما قبلها. نعم. يبقى مظبوطة. وأسلوبك أنت اللي أنت استشفيته من قراءتك لجميع كتب التفسير اللي وقعت تحت يديك. تبقى كده مناسبة ظريفة بأسلوبك أنت. أنا كقارئ أعرف أن أنت استخلصت من جميع كتب التفسير وجه مناسبة ظريف وتحط لي برضه الموافقة على هذا الرأي فلان 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 فلان. ماشي. يحطها برضه مناسبة يا رب إيه. طيب يا سيدي هات لي صفحة نعم المناسبات هو اللي حضرتك فيه وجه المناسبة راجع لأن مفيش أثر في وجه المناسبة هو ده الكلام خلاص كنت حضرتكم رسالة ما أنا محدش طلبوا منك جبته جيبه صح انا ما اردت ان تخلو الرساله لو شلت رجل من الرساله ونصوصه بسم الله ما شاء الله يبقى دي كمان راحت كلها خمس رسالة كل ايه نص صح عشان قالك بقى كده كلها. طيب يا شيخ محمد الله يفتح عليك امين جزاك الله خير. هنا في صفحه 11 برضه الموضوع بتاع مجمل ما دلت عليه الاثار اللي هو الملحظ العام الكبير اللي انا قلت لك عليه مجمل ما دلت عليه الآثار قايل لك هنا انك انت في مجمل ما دلت عليه الآثار انت كنت بتذكر المجمل ده بنص المفسرين في تفاسيرهم زي الطبري والقرطبي والواحدي ومش عارف ايه ونص المعدين. نعم. كل ده مجمل ما دلت ما كانش محتاجينه خالص كان يبقى خلاصة المستنبط الرأي المستبعد ان ادرس الروايات وقارنها بعضها مقارنة جميلة
واطلع بالراي الراجح كان يبقى هو دي اللي دلت عليه الاثار، وأأيد رأيي برضو بإيه؟ بإخواء بمشايخ المفسرين بالبرد، وقال بذلك نص، قال بذلك القرطبي في كذا، وقال بذلك الفقر الرازي كذا، كل ده يجي في سطر واحد، وتعصر أنت الخلاصة دي كلها بتاعت مجمل ما دلت عليه الآثار، تعصرها كلها في ثلاثة أربعة أسطر، والمراجع بتاعتها في سطر، يبقى ده ربع سطر، تغنيني عن 20 صفحة أنت كاتبهم لعلمك، أنا عديت مرة في مجمل ما دلت عليه الآثار دي حوالي 20 صفحة. دول كده يتشالوا من رسالة بعض الآيات في كل آية، دول يتشالوا من الرسالة. هات صفحة 14، في المقطع الثالث صفحة 14 بتقول ايه؟ وأما عدم ذكر الواو هنا وفي بعض المواضع، اقرا كده صفحة 14. لا. القدر. طبعا. هذه 13 ولا 14. أتفهم جدا ثم حكم ثم كلما ارتفع الأماش. مستفيد ولا حاجة. صفحة 14. ماشي. يمكن مكررة أنا أجراش فاكر. لما هي فيش عندي مكررة الصفحات. قول وأما عدم ذكر الواو هنا. وفي بعض المواضع. المقطع الاول الثاني السطر الثالث من المقطع الثالث. ايوه. واما عدم ذكر الواو هنا وفي بعض المواضع. ايوه. مع ذكرها في مواضع اخرى. ايوه. فقد قيل الاختلاف وقت السؤال فيما لم يعطف واتحاده فيما عطف، وقيل الارتباط ما عطف في المعنى. الكلام ده معناه ايه؟ اشرحه كده، اشرح العباره كده يا شيخ محمد، اقراها كمان مره كده، مش فاهم منها خالص. كلامها انت نقل ونقل رطرطه، ونقلوا منين يا سيدي؟ رقم 4، نقلوا من الغيث. نعم. من الروض الايه؟ روض الريان. القرآن. نقلوا نقل مسطرة. كلام هذا أراد كلام أسلوبه مش عارف يقول ايه. هو أسلوب الكتاب ده أصلا كله تعبير. طب أنا عاوز تفهمني الكلام ده تقول ايه؟ الكلام الكلام هنا في يسألونك ويسألونك. ايه بقى مش فاهم انا العباره دي خالص. الشيخ الريان صاحب الروض الريان بيتكلم في اسئله القران اللي هي المواضع اللي فيها اشكالات. فبيتكلم هنا لماذا ذكرت الواو في قوله قل عدم ذكر الواو. يسالونك لماذا لم تذكر الواو في كلمه يسالونك عن الاهله وذكرت في قوله ويسالونك عن اليتامى. فيقول السبب قيل لاختلاف وقت السؤال فيما لم يعطف، يعني اللي ما فيهش عطف. ايوه. السؤال يعني الزمن مختلف. زمن مختلف. طيب. واتحاده فيما عطف. وقيل الارتباط ما عطف في المعنى. ثاني واتحاده فيما عطف. نعم. اذا انا اجيب بقى كل يسالونك عن الانفال، يسالونك عن كذا، كل دول وقتهم واحد، نزلوا في ساعه واحده. ما لازم اناقش الكلام اللي بكتبه، ما تقلش كده انا. واتحاده فيما عطف ازاي بقى؟